مرحبا. هلا خير اختي؟ شبك حدا محاكيكي شي؟ سيولك سعدة انسي. شو هو اللي بدي انسى؟ وشو اللي لازم انسى؟ ما انا عايشة فيه؟ يعني صرت مثل المطلقة مرتين. شو هالحكي؟ وتكوني مطلقة خمس مرات لساتك مثل الفلة. ليكن انتو عم تفوتوا وتطلعوا وما احلاكم، وانا ماني مسترجية. ليش؟ لاني رجعت لكم مطلقة. وهي صابر خبرني انه امورنا ما رح تزبط، فضحت بكل الحارة. شو انفضحتي؟ ما انفضحتي، شو هالحكي؟ فوق كل هاد هند ما عم تحل عني، واخدت لي من مصرية. انا شو مساوي يا ربي؟ شو مساوي؟ عم تاخد لك من مصرياتك؟ مروة عطتني 200 ليرة، قمت حطيتهم فوق المصاري اللي مصمتهم، بس رجعت لقيتهم ناقصين 300 ليرة. انت اخدتي منهم شي؟ لا يا، شو اخد منك؟ كنت تدينتهم. ونازلة فيني مجاكرة ومناهدة كل الوقت. الله وكيلك، ما بعرف ليش حاطة نقرها من نقري. والله لقي معيونه، والله والله لا اقصف لك عمرها. ببوس ايدك. لا لا تفتحي لنا زمورها، هلا اهلك بيسمعوا وقلبي مو متحمل اخذ وعطى. اللقمة اللي عم باكلها عم حس حالي عم باخذها من قدامكم. شو هالحكي لك اختي؟ مشان الله لا تحكي هيك. الك علي لطالعك احلى سيران، لاخذك وجيبك ولبسك واشتري لك احلى ثياب بالدنيا. بس انت تحكي لا تزعلي. ايه ويضرب من هون لعنده هذا الزفت صابر. لا حرام، باينته مخنوق. انا بعرفه لصابر منيح، هو مو هيك، بس اكيد صاير معه شيء. طيب شو رايك انا احكي لك معه؟ لا 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 اختي، لا الله يوفقك. لا طيب حيرتينا. لا انت رضيانه تتصرفي ولا بدك تخلينا نتصرف؟ وبعدين خلينا نرسى على بر. اختي انا ما رح خليكي مقهوره بهاي الحاله بنوبها. بعدين انا بتصرف مع هند هاي الكلبه، بس انت روقي وتقبريني. ايه لك ما يبله الوش، الهي كبيرتنا انت. شو كمان؟ يا عم حاكي الوضع هنيك شلون بدي اقول لك؟ حضارة اخي حضارة. السيارة اخر موديل. يا سلام. الناس كله مطعوم ومحترم. تمام. بنايات بلو موبايلات. لك ايه وبعدين يعني؟ شو بعدين عم حاكيك؟ وين ما درت وشك عم يعمروا. طيب نحن شو استفدنا؟ شلون شو استفدنا؟ ما شفنا بلد جديدة وناس جدد ولغات. لك عمي لغات. هلو هاري اب شاطر ماوس. لك الحمد لله. المهم انت مو كنت طالع على اساس انه بدك تعمل شركة؟ والله يا صاحبي حساب الحقلة ما زبط على حساب البيدر، والمصاري اللي كانوا معي حطيتهم اجار اكل الاوتيل وما كفوني. هنيك الشغل شغل، ما في اي يوم رحميني. ايوه لا فتح ما شاء الله حولك. فقلت لحالي يا ولد هيك بطاقة طيارة روح رجعة، فشد على الشام ولا تبالي. قمت شديت. غربة لك اخي غربة. غربة؟ ما كنت قاتل حالك على السفرة، ولا طلعت مالك خرج هالسفرة ولا انا خرج الغربة. فشر لك اخي فشر. بس الوضع هنيك شلون بدي اقول لك؟ يا اخي بهيك البلاد الواحد ما له حدا، ناس معترة. الله وكيلك الله وكيلك، الكتف على الكتف، كله عم يدفش وبده شغل هيك علني. فقلت لحالي يا ولد شو بدك بالفوتة؟ ما انا ببلدي عايش امير معلم. لا تواخذني بهالكلمة، حبك فزيت على الشغل، ما حبك قعدت بالبيت. مين اللي عندك؟ هنيك ما في شغل يعني شغل. هيك لك الله وكيلك. هنيك اذا وجعت ما حدا في لك مرحبا، شلونك كيفك؟ ما في حدا. لك ما قلت لي انه مطاعم وسيارات وفخفخة؟ مزبوط لك اخي، بس مو لمين ما كان، ليلي معه مصاري لك عمي. طيب انا لهاللحظة هاي ما عم فهم عليك، الشغل هني يعني منيح ولا مو منيح؟ حسب. شلون حسب يعني؟ والله مالك فهمان وين الله حاطك.
لك يا اخي خلصنا بقى امسك مو محرزين يلا فوت. لا لا انا برايي اي انتظار مو لصالحنا. بس دكتور المشكله عندي هو بنسبه نجاح العمليه. مدام الطبيب بيعمل اللي عليه والباقي بايدين رب العالمين. انا برايي لا تترددي جيبيه لحتى نعرف حالنا. يا هيك يا هيك موجود هو خليك تشوفه وتفحصه. لا مدام جيبي لي على يادي مالك شايفتيني فايت على العمليات. بعدين بحب حذرك اي تاخير مو بصالحنا ابدا. انا زك شو عمك اني انت تبت دمك جدي. امي بدها يعني دير بالي على مالي. وكيف صار ان شاء الله احسن؟ راح يفكوا للجبصين. بس شو الفايده؟ ما عم بشوف. يلا الله كريم، ان شاء الله بكره هيك بيرجع له بصره مثل اول واحسن. ان شاء الله. لا عاد تضغط هالغطات، انت ما عم تعرف شو عم يصير فيني تحت. والله العظيم رح طق لحالي. بعدين شو على كيفك تتركني هيك وضغط؟ طيب شو اعمل؟ انا كمان رح طق بالحاره، مثل المحبوسوني. وتذكرتني؟ بالعلامة. بعلامة شو؟ مرة حلمت انه رحت انا وياكي ورجتك الشام. ايه اكلنا فراريش بعدين رحنا على المطعم. طيب مو قلت انه اكلنا فراريش؟ مشان شو المطعم؟ شو بيعرفني؟ ما هو حلم. ايه وشو كمان؟ هات ايدك ما يلا معك ان شاء الله. يسلموا. بس بعد اذنك ممكن اخذ فاتورة؟ اذا مضطر عليها نروح بكره او بعد بكره نعطيك واحدة. يسلم شكرا. السلام. وهي شو عم تعملوا؟ ما في شيء بس كنت عم اخذ منه فاتورة. وعدكم دفعت حسابها؟ مش الحالة حليت. ما بيصير يا وائل ما بيصير، هي هدية مني لمالك بمناسبة قومته بالسلامة. تسلم يا عمي، انت دائما مفضل علينا. يلا رح روح جيب سيارة وارجع. وائل دفع الحساب. هيدفع مو ابنه؟ ايه
بيتزا هو وجاي. سيتصدى لميغانو وعصابته على مغامرات. آخ كنت شعر شوي هذا المرحلة مفيد كثير. الو مرحبا وسيم، كيفك؟ ماهر وينه؟ طلع من شوي الكرة على مشروع دمار، دقي له على الموبايل. دقيت له عم يطلع لي خارج التغطية. بجوز يكون برنا ما فيها تغطية. ماشي وسيم، شكرا كثير، رح حاول اتصل فيه ثاني مرة. باي. شو اتصل؟ لا لسه ما. وسيم انا كثير قلقانه عليك. لك شبك انت الثاني؟ شو ولد صغير ضايع؟ لكن لا بس يعني لا سمح الله حادث سياره شغله مثل هيك. وكلي الله يا مخلوقه ما رح يكون صايب شيء، عد ارتاحي. ما بدي اقعد الاولاد بالسياره. خليهم ينزلوا ضيفهم شي شغله. جوعانين بدي اخذهم طعميهم بيتزا، لك انا مو بهالقصه هلا. شو؟ البنت اللي كانت هون بطلت؟ لا اخذت اجازه. لحقت تاخذ اجازات؟ بس اليوم، لازم تعمل شغله ضروريه وراجعة. اه. قلت لي بس اليوم. شو يعني؟ الواحد ما بصير معه ظرف طارئ فجأة؟ لا بلا بلا بيصير. يلا بدك شيء؟ عادي ارتاحي. ما بدي، الأولاد جوعانين. باي. سلام. ولي شو بدك من سعدة؟ اه انا ما بدي منها شيء، هي شو بدها مني؟ لك يخرب بيتك، هي شو بدها منك؟ على فكره انا عارفانه كل شيء بس ما بدي احكي لحتى ابوك ما يطربش فوق راسنا كلياتنا. شو بدك منها ولي؟ احكي. هي شو بدها مني؟ هي بدها كل شيء لها. قديش اخذتي منها؟ احكي. انا ما اخذت منها ولا ليره. لك ولا اعترفي. قديش اخذتي منها؟ لك اقسم بالله العظيم. لك ولا تحلفي، لا تحلفي، انا شفتك بعيني. شو اخذت؟ 150 ليره. 150 ليره ولا شو هدول بقى؟ هيك صرفتهم. صرفتيهم؟ وين صرفتيهم؟ اه وين صرفتيهم؟ اشتريت دواء لغليظ. كلي حدا عمتي؟ لك شو اخذك عند هيك عالم؟ شو بدك بهيك ناس؟ هيك شفته تعبان ومرضان وبده دواء، قمت شفقت عليه. هلا انت صرت تعملي اعمال خيريه من ورا السرقه؟ اسمعي ولي، هلا رح اعطيكي 150 ليره، بتروحي بترديهم مطرح ما اخذتيهم، تعتذري من اختك. احسن والله العظيم، والله العظيم لقله لابوكي. ها يخرب بيتك. وعدتني تاخذني على الحارة؟ طول بالك ماري، بس لا تروقي ماما شوي، بناخذ اذن. ماما ماما خلي رجع ياخذني على الحارة. مو هلا ماما. ايه مليت من القعدة هون. عم قلك مو هلا، خلص بعدين. حلوة يا شريك، حلوة. طيا طيا العاب عندك. يلا العاب. ايوه يلا العاب العاب. مساء الخير. تلعب عدد شهم العاب. يلا يا اخي مشي. يلا يلا طول بالك. لعبي لعبة. يلا لعبي. شو لك امي؟
تأخرتي كثير اليوم. شو بدي ساوي هيك صار معي؟ خدي من ايدي. شو هدول كمان؟ زعتر وصابون. كتر خيرك تغيبي وتجيبي ان شاء الله. شو ست الصبايا؟ ان شاء الله تركيني بحالي تلفاني من التعب. ما قلت لك تحدد الدوام؟ شو بعرفني؟ يمكن حتى يزيد اكثر لسه. اضافي؟ شو بعرفني شو بدهم يسموه؟ وينك لهلا؟ شو هي وينك لهلا؟ بدل ما تقولي لي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة؟ ليش راجع من الحرب؟ يا ريت. خير اللهم اجعله خير. لك اسكتي يا مخلوقة، مو جتني سفرة مفاجئة على حلب؟ حلب؟ ايه شو مالك مصدقتيني؟ الله وكيلك والله العظيم قضيت نهاري هذا من الصبح للمساء بحلب، وهاتي المصحف لأحلف لك عليه. لا مصدقتك، لشو الحلفان؟ بس يعني شو رح تتساوي بحلب؟ لك اتصل فيني هذا ابو سالم قال ملاقي لي محل، قال لي يا بتلحق يا ما بتلحق، بقى انا ممكن تحاكي له مشان بدنا نفتح فرع هونيك. ومين هذا ابو سالم كمان؟ لك ابو سالم ما غيره، هلا ما عدتي تعرفيه؟ مع اني ما عرفته، بس هذا شلون اتصل فيك ابو سالم؟ شلون اتصل فيك؟ على الموبايل. كل نهارك موبايلك مسكر، شلون حكاك؟ ايه هو بعد ما اتصل فيني فضيت البطارية، يمكن صار بدها تغيير. أنا طالع أتدوش، حطينا لقمة ناكلها. شي بغراضي؟ من لك هدول؟ بقول لك من اللي هدول، بس بتقلي لي ليش بدك الموبايل بالاول؟ شفتي؟ لقى اثنيناتنا بالهوا سوا. ولك اختي شو احكي؟ مستعده اسمعك من هلا لبكره الصبح، هادي لشوف. والله ماني عارفانة شو بدي اقول لك. صباح الخير. بابا
صباح الخير. صباح الورد. وينك مبارك؟ والله شغلتي لي بالي. تفضلي. انت غميق بتخوف. انا بخوف؟ ليش بقى؟ هيك انتوا الكتاب والصحفيين حكواجيه شاطرين بالحكي. والله اذا كان الحكي طالع من هون القلب معناته ما بيخوف. كمان اليوم طريقك على طريقي؟ هيك الهيئه. يبدو القدر عم يتدخل لحتى يقرب بيناتنا. ايه انو يقربنا؟ انا وين وانت وين؟ اوف شو انا وين وانت وين؟ نحن اثنيناتنا من نفس الحال. انت شو بدك مني؟ صدقيني ما بعرف شو بدي منك. ما بعرف كأنك انت هيك قدر وطلعتيلي. بس انت متجوز مو من مين ما كان، من الست سميرة. يعني الست سميرة مفضلة علي وأمنت لي شغل. بعدين هي ست متعلمة ومحترمة غير كل نسوان هالحارة. سميرة هلأ مو موضوعنا، بعدين رح أحكي لك عنها كل شيء. المهم هلأ عندك مانع أروح نشرب فنجان قهوة سوا؟ ما عندي مانع، مع أني خايفة. مني؟ ماني خايفة منك، ما بعرف يمكن خايفة عليك. خايفة علي؟ هذا الأستاذ وسيم معقولة يكون شافنا؟ مو مشكلة يشوفنا. على كل أنت قربتي من محل. روحي. خفت؟ خفت عليكي. أنا كمان بيعجبني الرجال اللي بيخاف على المرأة. يلا خاطرة. مع السلامة. جيني كيف بدك تمشي لحالك. يلا يا بضاي يلا امشي لحالك. ها ايوه رجال اشوف. برافو عليك. برافو عاود اشوف. برافو يا شاطر. يلا بالاذن. ذكر يا ابني. معلش عمي عندي شغله ضروريه لازم اسويها. قادركم راحتك. وعي لحظه. خير؟ أنا رح أخذ الصور ورجيهم للطبيب الفرنسي الزائر. إيه مو غلط. شاني مو غلط؟ يعني اعمل اللي بدك إياه، بس الشغلة هنا توصل على العملية لازم تاخدي موافقتي. موافقتك؟ طبعا مو أنا ولي أمره. أنا كمان طالع بدي روح أعمل نظارات. ماما ماما شو حبيبي؟ بدك شي؟ لازمك شي؟ أنا رايحة. جاي على بالك شي معين؟ ماما خلي رجل ياخدني على الحارة، بدي ألعب على الكمبيوتر. يا حبيبي شلون بدك تلعب على الكمبيوتر؟ طيب رجل بيلعب وبيحكي لي. معلش ماما خليك أنت مرتاح. ما أنا طول الوقت مرتاح. يا حبيبي أنا ما بدي إياكم تروحوا لهونيك، ما بدي حدا بيناتكم يروح على الحارة. قليلة شو قضينا منها؟ بدي اشوف رفقاتي. معلش حبيبي معلش اتحمل شوي. الله يرضى عليك. خلص ماما الله يخليكي. والله بدي يربع لي منيح. لهونيك ما في روحه. خلصنا بقى رجا. خلص انا بدي اعيش عند ابي. حاجه حابستيني هون. انا حابستكم؟ لك انا كل هذا عم ساويه مشانكم. خايفه عليكم. لسه خايفه علي وعم تعامليني كاني ولد صغير؟ يا سيدي ايه لساتك ولد وصغير كمان. لا مالي ولد ولا صغير. ماشي ممكن نحكي بعدين؟ رح روح أنا. دير بالك على أخوك. كي؟ على كل الدكتور قال لي لازم يشوفهم قبل ما استعملون. بأمرك حجي أرجيهم للدكتور. أي مشكلة نحن جاهزين. طب يا حبيبي يا مالك ليش عم تبكي؟ أمك ما قبلت أنا شو أعمل؟ الله يخليك. وانت كبير ما عم تقول انك كبير. طب اذا مو للحارة خلني لوين ما كان مشان الله. خلصنا مالك حاجتنا. خلينا نروح. بقول يا ماما انه انا ليش جبرتك. ما رح تعمل شي مو انا عمى. لا تقول هيك انت رح ترجع تشوفه تصير مثل القرد. خدني للحارة الله يوفقك. ولا خايف؟ خايف ما
انا كبير ولا شيء، لسه عامل لي حالك شاب طلعت واحد خويف. لا يا سيدي انا كبير غصب عن راسك، وروح على الحاره ما في. الله انك الله يا ربي انا شو اعمل؟ اذا بتريدي مطول الدكتور؟ معلش مدام، هلا هو بغرفه العمليات، لا يطلع رح يستقبلكم. بس والله انا مضطره كثير. مثل ما انك شايف الكل مضطر، واليوم اخر يوم والمسا الدكتور راجع لباريس. يعني في امل شوفه؟ ان شاء الله ان شاء الله. حضرك من وين هلا؟ على اليمين. صح يلا. اخذوا على الحارة. ان شاء الله يكون ابوهم بالبيت. ربي دخيلك شو ساوي؟ والله ربطوا لي ايدي. ربي والله ربطوا لي ايدي. الله كمان بابا مو هون. وين راح؟ هي هون ملعب العباسيين، هون بتصير مباريات تبع المنتخب. في مباراة هلا؟ ما بظن لأنه ما في عجقة. وهي هون التجارة. بعدين لحن مريم من العدوي يا مشاعر بغداد. لا العدوي اتجاه شارع بغداد واحد. بس إذا بتحبوا فينا نروح طريق المزرعة سبب إحراج جسر أبيض. أو العدوي ميساج جسر أبيض. كمان بصير. شو بتحب؟ عم يسألك وين بتحب تروح؟ أبعد شي. مالك شباب؟ بتعرف شو؟ شو حبيبي؟ يمكن عم شوف. شو قلت مالك؟ شوي بس شوي. طيب هلا هاللحظة شو عم تشوف؟ في عجقة كتير ما؟ تفضل معلم. روح عمي روح، الله يشفي لك يا. لا والله ما بيصير يا عمي، مسامحك دنيا واخره، الله معك يا عمي. هذا حقك والله، ما باخذ منك ولا قرش. روح الله يسهل عليك. افتح افتح معلم. Thank you.
هذا طلبك أبو ماهر، 85 متر ملحق شريح والشمس ضربته كل نار، وعن بيتك 5 دقائق. مصرياته؟ والله هو طالب 6:30، إذا قعدنا على البازار بننزله. لقديش؟ يعني مثل ما لك شايف البيت بده تصليحات. يا أبو ماهر إذا نزل معك 5:30 دغري وافق ودفعه لا تردد، هذا البيت رغيته كتار. دخلك طابو؟ لا يا أبو ماهر، نحن جيري، أنا جارة وجيري لحقوق شبنا. يعني طابو؟ أبو ماهر طابو كرت أخضر، والزلمة مستعد يفرغ لك اليوم قبل بكرة. هو بيني وبينك البيت عجبني، بس لازم تشوفه سميرة، ما هيك؟ إيه لازم، ليش لا؟ واجب. مروه ليش مصرة على الدوام المحدد؟ ليكون شايفتي لك شي شوفه. حاكم. حاكم شو؟ مروه عادي عادي. لا معلش بس لا تحسن الظن فيني. عادي بلا جنان. لا تحاكيني شروي غروي لكان. امرك. بتعرفي الثياب عليكي بيطيروا العقل. بكره برجع لك ياهم. لك لا مو هيك يا بنت الناس، شو حكينا؟ ما أنا عم فكر مشان سعادة، شو بكي اليوم؟ مكتور الخير والله. أيوم شو رأيك استأجر لك بي؟ شو؟ شو صاير لك اليوم؟ مو صاير لي شي. لكان شو بدي؟ أنتي قولي وأنا بنفذ. تروحي على تدمر؟ صديقي. أهلين. لا على عيبكم شقرب. خير شو القصة؟ سميرة خانم مروقتها؟ هو شيء له علاقة بالمرأة، شيء بيخليك تحس إنك بني آدم. لا تقول لي إنك بهالأوقات هي عشق. لك مو عشق عشق، بس هيك بنت صغيرة بتخلي الدم ينضخ بعروقك من أول وجديد. لك سميرة؟ إي والله بتطلع لك روحك يا رجل، شبك أنت؟ ليش سميرة شايفني ولا شايفني من أرضي؟ بعدين تركني من سميرة، هلا تركني انا عم احكي لك عن شيء. كيف بدي اشرح لك يعني وسط هذا الركود اللي انا فيه يعني؟ لك انه ركود وحياتكم قايمه قاعده. لك هي صارت راكده من كتر ما قامت وقعدت. انا ما عم احكي لك عن 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 العشق او لا 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 لا، انا عم احكي لك عن بنت هيك مثل الزهره. كيف يعني هيك بتخليك تعيد النظر بتعابير وشك، بشعورك لما بتفيق الصبح من النوم، لك بتصير بتطلع على حالك بالمراية يا رجل. لعمة لهالدرجة؟ لك أقل منها. أخي أنت واحد حكواتي وأنا مالي قد تعبيراتك، لذلك خلينا بالمهم. وشو هو المهم دخله؟ لك عم بقلبك. أولا عملية مالك، ثانيا موضوع بيت الجمعية. شو صار فيه؟ المشتري جاهز يا سيدي وبسعر ما كنا نحلم فيه. بيع. مرحبا سميرة. أهلين بابي، شو طمني شافه؟ يا ستي شافه الدكتور وقال منيحة، بس أنا لسه ما تعودت عليها. طيب ليش تأخرت؟ شغل بالي. مايك حق، تأخرت لأني مرقت شفت شغلة. شغلة شو؟ بعدين بحكي لك، بس لأخذ نفس وارتاح شوي. بابا سميرة أرجو أنك ما تفهميني غلط، هذا البيت بيتك ومطرحك، وأنا بودي لو تضلي عندي أنت والولاد طول العمر، بس المشكلة أنه جوزك ما رح يوافق. صح؟ صح. لذلك أنا قررت أشتري لك بيت. كمان ما رح يوافق. يمكن مو أكيد، أكيد بالأول ما رح يوافق، بس معه
بيتعود. ما بظن. على كل حال أنا واجبي إني بري زمتي تجاهك. يا باب البيت أنا رحت شفته مشان هيك تأخرت، وبصراحة عجبني البيت صاير هون جنبنا بنفس الحارة، فقلت لحالي قبل ما نقعد على البازار ضروري سميرة تشوفه وتوافق عليه، فشو رأيك؟ والله يا بابا ما بعرف شو بدي قلك. لك بنتي ما بدها معرفة، بتشوفي البيت إن عجبك نشتري ومنطوبة باسمك، وإذا حبيت تضلي هون أهلا وسهلا فيكي، بس يعني على الأقل بيكون ضمننا إنه صار ما صار لا سمح الله ما تنزلتي بالشارع أو تسكني بمكان ما بتحبيه. أنا الحارة نسختها من بالي. هذا حكينا، لذلك أنا حابب أمنك على حياة عيني بعد اللي كل حادث حديث. طيب بابا مثل ما بدك، أنت فصل وأنا بلبس. معناتها رح تلفي لأب مروان ياخذ موعد من الجماعة مشان تروح تشوفي بيت. مثل ما بدك بابا. يمكن ما طبختي اليوم ما هيك؟ ما صح لي. معلش هلا بعمل تليفون للمطعم وبيبعثوا لنا أكل. أهلين هند، أهلين، شلوني؟ كيفنا أهلي؟ لا بس أبي كان بده صابر. أيوة والله صابر ما نوم بالشغل. طيب فعلا خسي. شو كنتي عم تساوي عند صابر؟ أنا؟ لا أنا شفتك بعيوني بلا كذب. إيه صحيح رحت مشان أسأله ليه هيك عمل بيساعدم، ما أنا كمان بخاف عليها مو بس أنتي. شو مانك مصدقتيني؟ لا مصدقتك، بس هذا الموضوع ما بخصك لبقى تعيدي يا إيه؟ والمعنى؟ المعنى إنه هذا مو لعب أولاد صغار. بالله شو؟ لك شاوي شوي قلبك يخرب بيتك، عم أقول لك ما بقى في روحة يعني ما بقى في روحة، أنا بروح وبتفاهم معه. دخيلك على أساس أنت الكبيرة يعني. سبحان الله يا عبودة، لسه مبارح كنت صغير هلأ ما شاء الله صرت شاب. إيه الأيام شو عم تركض ركض. سبحان الله يا عبودة. أي والله يا حجي هالعمر كله فتح غمي. اللي شو تشرب؟ لازم نصيك شي ولا شي. الله يسلم إيدي. لا ما بصير، بس في معي هدول.
تسلم ايديك وجزاك الله كل خير يا عبودي. تسلمي لي يا حجة. ما في داعي، والله ما في داعي، الله وكيلك عم اشوفه. يا عبودي يا حبيبي، هي حسابات ما بيصير. ايش الشغله مشايله؟ لك مشايله شو؟ الله يسامحي لك، انت الست الفاضله المفضله اللي مغرقتينا بكرمك وبحنانك، ومع ذلك كل شيء له اصوله. خلص يا حجي، تأمري امر. بتعرف لك عبودي، انت عم تتبرع اكثر من اللي عندهم ملايين. يا ست الكل انت، والله ما بعرف شو بدي لك. يعني هالدار هي اللي ربتني وصرفت علي من وقت اللي كنت باللفلوفه لوقت اللي صرت كبير. يعني انتو هون ابي وامي، اما هذا اللي معه ملايين بيقول لك انا ماني ملزوم. يعني بيني وبينك، اذا دفع 100 ورقه كتر خيره، بس انا شو ما دفعت لهالدار والله ما بوفيها حقها. بالله العلي العظيم. عاوزتك بكلمتين.